بس اذبح على طول، اذبح اذبح بس امسك. اوعى تهرب منه، امسك يا معلم. يا البيت اللي مليان حشرات ده، ايه يا معلم؟ مش كنت تستنى تدخن اول ونذبح ونوزع؟ نذبح ايه يا عم، ده انا مستضعف بالعافيه يا معلم. انت جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا؟ جاي تطفشتوها يا معلم؟ جاي تعمل لنا مصيبه ولا تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا؟ عايزك يا معلم، اوعى تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا. احنا جايين نسرق بشرف، لكن تيجي تعمل لنا مصيبه؟ انا بقول لك ايه، مش عايز قلق، عايزين نهرب يا معلم. الواد اصحاب البيت جم والشغالين. امال انت ما قلتليش في شغالين هنا ليه؟ الله يخرب، ما اعرفش يا معلم. اهم حاجه دلوقتي انا اقول لكم على خطه للهروب. ايوه معلم، بس ركزوا معايا عشان انتوا اغبياء. ماشي الخطه بتاعت الهروب هنعمل ايه بقى؟ بسرعه بس والنبي يا معلم. نعم بسرعه، الناس بس في البيت. لا ما تستعجلنيش، الخطه دي عايزه تركيز. ماشي. احنا هنمشي على طراطيف صوابعنا. ماشي. عارفين يعني ايه طراطيف صوابعنا؟ لا يعني ايه يا معلم؟ طراطيف مش الصوابع بيبقى لها طراطيف كده اهو؟ لو بص كده اهو، اللي هو زي بتوع الباليه كده اهو. ها ايوه. ما هم بيمشوا ليه كده؟ عشان بيبقى الجمهور نايم تحت. ها تمشي كده اهو على طراطيف صوابعنا. بص امشوا عادي، يلا تعالوا. ايوه تعالوا. يا معلم دي خطه للهروب يا معلم. استنى ناخد الحاجه، ناخد الحاجه، ناخد الحاجه بسرعه، هات الحاجه بسرعه عشان محدش يعرف. بسرعه هات الحاجه، يلا استخبى يا معلم، استخبى. يلا استخبى 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 استخبى. زينب زينب زينب، شكلهم مش موجودين دول. أحسن أسونا سنسونتي. أيوة يا روح قلبي السنسونة. أيوة يا روحي. إيه يا حبيبتي؟ دخلت ليه يا حسن؟ مفيش، قابلت وليا هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب بقول لك يا حسن، ايه ما تيجي تسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت؟ لا بيت ايه هنا احسن، مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل. ازاي يا حسن بتعملي لي كده؟ وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي، كنا بنلعب مع بعض على القهوه، يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي. ازاي ازاي؟ ليه؟ ليه يا ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي. مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده يا سنسونتي عشان بحبك، عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله، هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جيلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول، بعمل لك. مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب، ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل. ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه لبنت زينب؟ اه جبت لها. ايه جبت لها؟ ايه جبت لها؟ خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. حاضر اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل. حلو كده؟ حلو يا اخويا. يلا اتفضل يا سيد. اتفضل. ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى يا محمود انت فين يا محمود بقى؟
انا اهو اهو محمود انا اهو قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك، فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما احنا الصراحة ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربطك عشان انت عينيكي وحشة وبتحسدي. ايه؟ انا بحسد يا محمود؟ اه. بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه. محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك. عشان خاطري فكني. عليا الطلاق منك ما هفك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فيلا؟ هو احنا في فيلا؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفلة في المنافلة، والمحشي استوى في الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ مش مشكلة. شفت؟ بصي البقيتة دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكلة، اللي وراه اجمد منها. اللي وراه مفيش كل. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده، هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه؟ ده انا هقول لك ثانية واحدة لحسن الناس هيطردوني. ثانية واحدة. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدورة ومقورة. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عاملة لي عمل، اكمن الرجالة كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي. فقامت عملت لي عمل، كل ما ابص لحاجه اقسمها اربع ارباع، بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده، اتحسنت ازاي؟ ابص لحاجه في لقها اتنين. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا. اتطورت قوي. ايه يا حبيبي في ايه؟ دي فيلا. ايه يعني برواز وقع ولا فازه وقعت؟ ده لسه في جنينه وفي بسين. البسين اتخرم، البسين اتخرم. خرمت البسين؟ خرمت البسين؟ وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه؟ الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. ثانيه واحده. ثانيه واحده. يا لهوي عليا. ثانيه واحده، البتاع مسك في بعضه. الله يخرب بيتك، حتى انا احتست. البسي يا حبيبتي. ايه ده؟ الله. وثواني هروح اجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر، وورا هكتب الاميره منا والامير حسن. ما تسوقش بسرعه يا بابا. هو انا تيوتا يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيلا والله. صحابات فيلا ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا. يا لهوي، بص شعرها يا محمود. لا دي شعرها لحد هنا، دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دبر امله. حقيقة؟ إيه؟ يا يهوي. إيه؟ دي اللي بتطلع في دبر أملة؟ دي بقت جابر أملة. يلا. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه؟ مالك؟ مالك؟ قص شوية حسن. ماله قص شوية؟ قص شوية حيقي شعري. إيه؟ قص شوية حيقي شعري. قص شوية حيقي شعري؟ ده حيقي شانك مش شعري. الحق بتقولك قص شوية حياة ايه شعي يا حيوم.